الأسعد الدريدي مدرب الملعب التونسي، نستمع إلى الأسعد الدريدي في المباشر لبيب. الأسعد مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. الأسعد يزور لي اليوم الملعب التونسي، ما وراش الوجه نتاعو اللي عاودنا به في المباراة السابقة. أكيد الملعب التونسي ورى الوجه نتاعو الممتاز في تو بريمير ميتون، كنا دوميني معنا البريمير ميتون الكل، كنا كري دو زوكازيون، الناس الكل شافت معنا الجارديان دو بيوت نحى تلفا بونسوار، كي تلعب ضد فريق محترم وتخلق فرص ما تمركيش. ظهري ملعب تونسي طلع الفوق ضغط، عمل الضغط العالي، عملنا كل شيء لا باش نحطوا كره في الفيلي. دوزيام ميتون الادفيرسير عمل دي مينوت محترمين، مركب فيهم الهدف وقعد يجري في المباراه نتاعو. بالنسبه لي انا ما عندي ملوم اللعبيه نتاعي، سي فري فما دي زيرور صار اليوم لازم نصلحوهم، لكن برافو سيرتو على الفرونسي وليتا ديسبري. الشوط الاول محترم جدا، نبنيو عليه ونكملوا باش نمشيو قدام. شكرا ليك رابح.